هاي أصدقائي، معكم أنخلة. أهلاً وسهلاً بكم على قناتنا. وجهتنا اليوم عبر الزمن ستكون إلى بنغلاديش. دي بنغلاديش سمبوسك دي ثيبويا إي دي بردورز، بمعنى من بنغلاديش سمبوسك البصل وسمبوسك الخضار. يعتبر السمبوسك من الأكلات الشائعة في بنغلاديش، والفرق بين وصفتي وطريقتهم أنهم يقلونها بزيت غزير، أما أنا فقد أعددتها وبصورة صحية أكثر، حيث اكتفيت بوضعها في الفرن ولمدة 20 دقيقة فقط. أحبتي، هكذا تبدو وصفتنا لهذا اليوم بعد أن أتممت إعدادها. وقبل البدء أحبتي، لا تنسوا التفاعل مع قناتنا عبر الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا. والآن أحبتي، هيا بنا لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة جدا. باموس. وبعد لحظات أحبتي ستظهر لكم قائمة المقادير مكتوبة على الشاشة. أحبتي، والآن إليكم المقادير. 4 حبات متوسطة من البصل، زبدة حيواني، 3 حبات من الجزر وحبة بطاطا واحدة، بازيلا، فلفل أحمر، رشة ملح، ونصف كيلو من اليوفكا. ها هي المقادير، سأترككم معها لحظات. الآن أحبتي سوف نعمل على تقطيع البصل هكذا. شرائح خفيفة ومن ثم أقسم الشرائح. أحبتي، ها هو البصل بعد أن قطعناه، نضعه جانبا. الآن سوف أعمل على تقطيع البطاطا، لكن البطاطا نقطعها ناعما جدا، مكعبات ناعمة. ها هي البطاطا بعد أن قطعناها، مكعبات ناعمة، نضعها جانبا. ها هو الجزر، بما أن الجزر قاسي فلن أقطعه مكعبات الآن، فيما بعد سأكتفي بتقطيعه بهذا الشكل. أنا أحبتي سأضع الجزر في الماء لأسلقه. ونضع المقلاة أيضا على النار، وعلى نار متوسطة أيضا.
سأضع بها ملعقتين من زيت الزيتون، ها هي، الخاص بالطهي طبعا. انتظر الزيت حتى يسخن قليلا ومن ثم أضع البصل. أما البطاطا فلن أضعها الآن، أضعها عندما ينضج الجزر الآن. سوف أضع البصل، أنا سوف أضع على البصل القليل من البهارات الهندية، وهذا اختياري. البهارات الهندية تعطيها مذاق لذيذ جدا. الآن سأضع البطاطا مع الجزر هكذا. ها هو البصل. سأضع الآن البازيلا هنا. أربع ملاعق من البازيلا تكفي. أحبتي، ها هي اليوفكا، عجينة اليوفكا. هذه نصف كيلو، العدد ثلاثة، ها هي. سنعمل على تقطيعها على شكل شرائح بالطول هكذا. ونستمر بالتقطيع حتى ننفذ الكمية. أحبتي، ها هي اليوفكا بعد أن قطعتها على شكل شرائح طولية. نضعها جانبا. ها هو البصل، وها هي الخضروات، البطاطا مع البازلاء مع الجزر. الآن أخذ بيضة، عفوا الزبدة الحيوانية، ها هي الزبدة الحيوانية، أذبتها قليلا هكذا. ها هي البيضة، نخفقها. نضعها جانبا أحبتي.
والخضار الآن سأضع عليها القليل من الفلفل الأحمر، ها هو. ورشة ملح. نقلبهم مع بعض. ها هو. نأخذ شرائح اليفكة هكذا ندهنها في الزبدة الحيواني، الآن سوف نأخذ القليل من البصل، ها هو، ملعقة طعام، ونبدأ بلفها بهذا الشكل على شكل مثلث. ها هي أحبتي، نضعها الآن في صينية الفرن. أنا جهزتها، ها هي. وبنفس الطريقة أحبتي ندهن اليفكة هكذا ونأخذ الخضروات التي هي البازيلا والبطاطا والجزر هكذا نضع بمقدار ملعقة طعام ونبدأ بلفها بهذا الأسلوب، عفوا بهذا الشكل. ها هي
سمبوسك الخضار وذاك سمبوسك البصل. ونستمر أحبتي حتى نفذ الكمية. بعد أن أكملتها سأدهن وجهها بالبيض. الآن سوف أدخلها في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية، الرف الوسط الشعلتين، ولمدة 20 دقيقة. أحبتي ها قد وضعتها بالفرن الآن. أحبتي ها هو سمبوسك، أخرجته من الفرن بعد أن نضج. أحبتي ها هي وصفتنا بعد أن أتممت إعدادها، هكذا تبدو. لتفريقة السمبوسك البصل عن سمبوسك الخضار، أنا وضعت حبة البركة فوق السمبوسك الذي بداخله البصل، وها هو أمامكم أحبتي على الشاشة، وبعد قليل سيظهر لكم السمبوسك بالخضار. أحبتي أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف. وأخيرا أحبتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا. أحبتي انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة، وها هي الوصفة الثانية أحبتي. هذه سمبوسك بالخضار، هكذا تبدو.